بس بدي احل سؤال 19. طبعا دائما هذا النوع من الاسئله، هذا النوع من الاسئله بيعطيني معطى واحد ومنه بطلع كل الباقي. يعني هون بيعطيني بس انجلر فيلوسيتي لهذا المنبر، بقدر اطلع الانجلر فيلوسيتي لهذا، بقدر اطلع فيلوسيتي النقطه، بقدر اطلع فيلوسيتي النقطه. لو كان عندي بار ثاني برضه بيعطينيش الا معطى واحد بقدر اطلع الباقي منه. فشو اسمه، فدائما تشكيش من قله المعطيات، معطى واحد بقدر اطلع لك كل السؤال. فهون حكي لي اي بي له كونستانت كلوكوايز انجلر فيلوسيتي 2000 ار بي ام. قلنا 2000 ار بي ام، 2000 ار بي ام نحولها لراد لكل سكند، 2000 ضرب 2 باي على 60، لانه متر تحولها لسكند، منت تحولها لسكند، تطلع معي 209.3 راد لكل سكند. هاي ايش؟ هاي ايش؟ اوميجا اي بي. طبعا ايش حكى لي؟ كلوكوايز يعني مع عقارب الساعه، يعني تساوي سالب 209.3 كي هات. هاي اول اشي لازم تسوي. طيب الخطوة الثانية، انا هذا الاشي بتحرك translation و rotation، translation rotation يعني جي بي ام يعني general blowing motion، طالب من الانجلر velocity لبي دي. طب كيف بدي اوجدها؟ فاحنا راح نفصل عند الهنج internal hinge، وشو بنعمل؟ نحكي له اي بي، اي بي هذا support اي وهذا الرود بي. سرعة بي دائما السرعة عند النقطة عمودية على الار، الار ايش؟ هاي الار، هذا الار. فايش السرعة معي؟ هاي السرعة في، هاي في بي الزاوية 90. دائما السرعة عمودية على الرود، دائما السرعة عمودية على الرود. متى؟ لما يكون في سبورت. ما فيش سبورت يعني زي هون السرعة حسب الحركة، يعني هون طلع واصل حركة تحركش اللي على اكس. فايش؟ هاي اي هات رح تكون، اما هون هاي الار السرعة عمودية. فايش عندي؟ في بي عمودية. طب شو كيف طلع في بي؟ ما احنا معي الاوميجا لهار. شو الاوميجا؟ 209. فبحكي له في بي تساوي ار في اوميجا. قديش ار؟ 7.6 سنتي، يعني ضرب 10 قوس سالب 2. كم الاوميجا؟ 209.3. بيطلع معي عدد، كم العدد؟ بدي احسبه. 7.6 ضرب 10 قوس سالب 2 ضرب 209.3 تطلع معي السرعة 15.9. هسا راح استعمل هذا الحل، هاي المسافة إذا بدي حل على الترينجل ميثود. طبعا هي نفسها ريلاتيف، بس واحدة بتستعملها كماجنتيود وواحدة كاتجاهات. أنا بدي أحل على الريلاتيف. الترينجل يعني ما بعرف، بحبش أحل عليها، يعني راح أحله أنا بس ما بحبش أحل عليها. فهي دخليها كفكتور. إيش بعمل؟ أنا بحكي في بي كفكتور، بقول له اوميجا كروس ار. كم اوميجا؟ سالب 209.3 كي هات. طيب كم ار؟ ار عندي هاي 7.6 وهاي 40، فالاكس يعني ار. وشو الار؟ الار دائما من السبورت للنقطه، من السبورت للنقطه، يعني السهم هيك. فايش عندي؟ السهم هيك، فكوساين 40 وساين 40 موجبات. ف 7.6 ضرب 10 قوس سالب 2 اي كوساين 40 اي هات زائد 7.6 ضرب 10 قوس سالب 2 ساين 40 جي هات. هاي في بي تطلع معي 209 كي في اي، كي في اي جي. طبعا في سالب برا، 209.3 ضرب 7.6 ضرب 10 قوس سالب 2 ضرب كوساين 40 تطلع معي سالب 12.18 جي هات زائد كي في جي سالب، وفي سالب برا موجب، مش نقسم موجب. 209.3 ضرب 7.6 ضرب 10 هو سالب 2 ضرب ساين 40 تطلع معي 10.22 ايش اي هات. هاي في بي كفكتور. طيب شو بعمل انا؟ بدي اوجد انا سرعه دي، بدي اوجد سرعه دي. شو بعمل؟ بقول له في دي تساوي في بي زائد في دي ريلاتيف لبي. طيب في دي ايش؟ ايش بتتحرك؟ هي تتحرك على الاي هات، نفرضها موجه في دي اي هات. في بي ايش اللي طلعت معي هون؟ 10.22 اي هات سالب 12.18 جي هات. طيب دي الفي دي بي، شو الرمزين اللي عندي؟ بي ودي، يعني ايش؟ يعني اوميجا بي دي، اوميجا بي دي، اوميجا بي دي اللي طالبها. طيب شوفي عندي الار، الار السهم
من بي لدي، مش من دي لبي، من بي لدي زي اللي عملته بالفرع بالسؤال الديسك. من بي لدي، يعني السهم هيك، يعني الكوساين موجب والساين سالب. طيب شو هاي اللي هو 20.3 ضرب 10 قوس سالب 2 في، هسا ايش انا بدي اي هات، يعني كوساين، كوساين الزاويه بيتا، الزاويه بيتا هسا بطلعها على قانون الساين طلعت معها 13.92 13.92، وفي عندي سالب 20.3 ضرب 10 قوس سالب 2 ايش ساين 13.92 جي هات. شو صار عندي انا؟ صار عندي في دي اي هات، وعندي هون مجهول واحد دلال جهة، هذا بصير هذا ايش كي هات. طبعا احنا فرضناها موجب، بنفرضها موجب بطلع سالب، يعني مع قارب الساعة كي في اي جي، وكي في سالب، وفي سالب جي موجب جي، فايش بطلع عندي معادلتين مجهولين. باخذ الاي لحال والجي لحال، باخذ الجي لحال، في اشي على الجي هون؟ لا، صفر، تساوي سالب 12.18 هسا كي في اي جي، يعني زائد العدد هذا كله 20.3 ضرب 10 قوس سالب 2 كوساين 13.92 هالجهات ايش اوميجا دي بي. انا سامحون لان معجوب بس بدي اخلص بسرعة ما فيش ذاكرة. فاوميجا دي بي لو بدي اعمل هاي تطلع معي 12.2 او 12.18 تقسيم 20.3 ضرب 10 قوس سالب 2 ضرب كوساين 13.92 بيطلع معي 61.81 راد لكل سكند. ايش هاي؟ موجبة، يعني مع عكس عقارب الساعة. فاحنا بنروح على الحل تبعه، هو حل على الترينجل ميثود. ترينجل ميثود طلعت مع الاوميجا هاي 61.83، يعني جاي فرق تقريبا. طيب هاي الاوميجا ايش هو طالب مني؟ كمان سرعة البوزيشن بي، يعني سرعة البوزيشن بي يعني سرعة جي. ايش بعمل؟ باخذ الاي هات لحال، في دي تساوي 10.22، والاوميجا اللي طلعتها هاي، الاوميجا اللي طلعتها الكي في جي سالب اي في سالب موجب مع اللي طلعتها بتطلع معي في دي، بتطلع معي في دي عدد. طبعا ايش؟ بزاوية معينة. في دي راح تكون بزاوية معينة ولا لا؟ لا، ما هي اي هات فدي فايش زاوية معينة. طيب ايش طلب مني؟ طلب الريلاتيف بعوض اعداد عاديه مباشر. هسه لو طلعت معي الاوميجا عكس عقارب الساعه، لما بدي احل بالمعادله الثانيه بعوضها سالب. بس هاي فكره شابتر 13 شابتر 15 كامل، بقدر احل على هاي الطريقه لكل الاسئله وعادي. هاي السؤال هذا، هاي الطريقه استعملها بكل سؤال. هسه بحل تراينجل ميثود على السريع بفيديو صغير، يعني لانه ما فيش ذاكره.